اول نشاطات هذا الموسم بالنسبه للسن الكبار لتسيير انطلاقات التحدي وانطلاقات القوة والاندفاع والتنافس بين هذه الشعارات الكبيرة التي حضرت في هذا اليوم لتتنافس بقوة على أرضية الميدان مع بداية هذا الموسم بالنسبة لسن الكبار وأشواط التأهيل ضمن هذا السباق. نسير بحضراتكم إلى شوط خاص بالمهجنات إلى صايل والذي يحمل الرقم 4 في انطلاقات هذا اليوم ضمن الجولة الأولى، ولا زلنا مستمرين في جولاتنا الثلاث في هذا الصباح. البداية والمركز الأول هناك يطير مشاهدينا الكرام في المقدمة وصدارة هذا الشوط على البداية شاهين سالم بن علي بن راشد الغيلاني من يسيطر على البداية الأولى ويحرك الصدارة الأولى بالتحدي والناموس، بينما المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصل من خلال المرسال سالم بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات. أما المركز الثالث هناك تقدم من خلال تواجد شايم وثاني بن عبيد بالكديدة يقدم لنا شايم في هذا الملتقى، بينما في المركز الرابع مشاهدينا الكرام يأتي من خلال هذه اللحظات الحساس ويأتي سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش من يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس شعار بن منانة يأتي مع وجود مصيحان في هذا الموقع واحمد بن سعيد بن منانة اللي يحتل المركز الرابع الخامس. اما المركز السادس وصل من خلاله وتقدم معي لمحسن بن راشد بن ديله يحتل المركز السادس ايها الحول الكريم، بينما المركز السابع، المركز السابع هناك تقدم من خطر حمد بن سعيد بالحب العامري يحتل المركز السابع، والمركز الثامن واصل مشهور عبد الله بن حميد بالكديده، والمركز المركز التاسع تقدم في هذه الاثناء مشاهدينا الكرام هناك شعار بن سرداح يحتل المركز خليفه بن رايد بن سرداح وهو عجيب في المركز التاسع، بينما المركز العاشر واخر اول الندى ياتي شاهين عبد الله بن علي بن يمعه الرميثي يحتل المركز العاشر. هكذا هي النتيجه لمجريات ونشاط هذا الشوط في هذه اللحظه مشاهدينا الكرام. تسير الاماني دائما والتطلعات بيوم مميز بالتحدي ويوم مميز بالمنافسة القوية، وخمسة كيلومترات المخصصة لسباق هذا اليوم بالنسبة لسن الكبار. نعود إلى الغيلاني ولا زال هو المسيطر، لا زال هو المتقدم حتى هذه اللحظات. الغيلاني في المركز الأول لا زال مع وجود شاهين على صدارة الشوط، سالم بن علي الغيلاني لا زال متقدما وحاضرا بهذا التنافس وهذا الرقي، بينما المركز الثاني هناك ياتي سعيد بن حمد بن درويش من يحتل المركز الثاني، من يحتل ثاني المراكز ليقدم لنا الحساس اللي يتحسس الامور وينطلق مباشره الى اجواء الناموس واجواء التحدي والمنافسات العملاقه، بينما المركز الثالث ثاني بن عبيد بن كديده ياتينا مشاهدينا الكرام من خلال هذه اللحظات ابو عبيد ويقدم لنا احد المنطلقين واحد المتحدين في المنافسه الدائمه في ميدان المرموم مع وجود شايم، بينما المركز الرابع هناك تقدم مرسال سالم اول اللي وصل وخذ المركز الرابع الطيار سالم بن محمد بن مر العامري اللي يحتل المركز الرابع في هذه الاثناء. نشوف المركز الخامس وصل لاحمد بن سعيد بن منانه وقدم مصيحان في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصل معي في هذه اللحظات، وصل معي محسن بن حزام بن ديله من يحتل المركز السادس، ومنافسة بين هذه الشعارات المختلفة في هذا الميدان. أتونا من كل الميادين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ودائما الفرحة مشاهدي الكرام تكمل بوجودها في المنافسة. المركز السابع، المركز السابع هناك يتقدم في هذه الأثناء خطر حمد بن سعيد بالحب العامري، ولكن أشوف خليفة بن راشد بن سرداح الآن بدأ يتقدم يحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصول من خلال وجود هناك النقرس يحتل المركز، عبيد بن سلطان بن مرخان يحتل المركز هذا الموقع، ولكن اشوف اللي تقدم الان كذلك من خلال هذه اللحظات اسم جديد يصول ويجول في هذه الانطلاقه وياتينا من خلال هذه اللحظات شاهين راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري من يحتل المركز العاشر. هكذا هي النتيجه في مجريات هذا الشوط، لكن يختلط الحابل في النابل في مستوى هذا الشوط
بدت يعني الاعداد تتكاثر، بدا التحدي مشاهدينا الاعزاء يسير في منطلق هذا الشوط، بعدما كان هذا الشوط يسير بهدوء الا ان الاوراق الان من خلال هذه اللحظات بدات تختلف وتختلط في ناموس ولقاء هذا الشوط. معي الان غير كل النتيجه وسار الى المركز الاول، محسن بن راشد بن ديلة يتقدم على اول المنطلقين واول الباحثين عن الناموس، يسير الى المركز الاول، بينما راشد بن سالم الغيلاني من يحتل المركز الثاني وصل في هذه اللحظات على ثالث المراكز من خلال هذه اللحظات. عبيد بن سلطان بن مرخان من يحتل المركز الثالث مشاهدينا الكبار، و1200 على خط النهايه، ولكن نسير مشاهدينا الاعزاء لنتابع المركز الرابع خطر حمد بن سعيد بالحب العامري، المركز الخامس وصل له متعب غانم بن جاسم بن ربيعه الكواري، المركز السادس اللي وصل من خلاله ايضا في هذه اللحظات المنذر محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وصل خذ المركز السادس، ولكن اعود الى البدايه، اعود الى بن مرخان غير انتزع المركز الاول، انتزع صداره هذا الشوط، عبيد بن سلطان بن مرخان غير وانتزع صداره هذا الشوط، تحول مباشره الى الصداره والى التحدي والى المنافسه القويه، يحاول معي في المركز الثاني محسن بن راشد بن ديلة من يحتل المركز الثاني، ولكن هناك يا سلام الله يا التحدي الله يا الاثاره من خلال عودة إلى البداية مشاهدينا الكرام، ولا زال مستمر في الأداء عبيد بن سلطان بن مرخان من يتقدم ويسير من خلال هذه اللحظات. يا سلام النقلس من يحتل المركز الأول، النقلس من يحتل صدارة هذا الشوط وهو يسير بتحدي بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني حمد بن سعيد بالحب العامري يحاول على المركز الثاني، ولكن النقلس لا زال هو المسيطر، هو الذي يتقدم بكل قوة. النقلس هنا على صدارة الشوط، عبيد بن سلطان بن مرخان على المركز الأول وصدارة هذا الشوط بقوة الأداء قوة المنافسة، واسعد الله صباحك يا بن مرخان على الفوز والانتصار. عبيد بن سلطان بن مرخان هنا لحظات الوصول، هنا لحظات انتزاع المركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني حمد بن سعيد بالحب العامري، المركز الثالث ياتي معي لمحسن بن حزام بن راشد بن ديلة، المركز الرابع تقدم المنذر محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، والغيلاني من يحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا التحدي، ياتينا بتحدي سالم بن علي الغيلاني. نعود بحضراتكم الى الثانيه والتوقيت الزمني حيث كانت اختصار المسافه في ناموسي هذا الشوط، والانطلاقات ياتي من نصيب عبيد بن سلطان بن مرخان حيث حل في المركز الاول وانتزع صداره هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 47 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانتصار وهذا الناموس مشاهدينا الكرام. عبيد بن سلطان بن مرخان تهانينا على الفوز والانتصار من خلال فوز النقلس بالمركز الأول، المركز الثاني 7:48 ثانية بالوفاة والتمام، حمد بن سعيد بالحب العامري قدم مشاهدينا الكرام لنا خطر في هذا الموقع وثاني المراكز، بينما من حل في المركز الثالث وأتانا في ثالث المراكز بتوقيت زمني مقداره 7:51 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار حيث تقديم الجديد والجميل في ناموس هذا الشوط حيث الانطلاقات والتحديات مشاهدينا الكرام كبيرة، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام، انتهينا من المرحلة الأولى، بدينا في المرحلة الثانية مخصصة للثنايا البكار المحليات الأصايل، مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط، نتابع مجريات وفعاليات هذا الشوط والتغييرات منذ البداية وحتى خط النهاية. نشوف الآن المقدمة، نذهب إلى مقدمة هذا الشوط.